احسن الله اليكم، هذا يسال بارك الله فيكم من هم اهل الزكاة؟ وهل من اراد الزواج يعان بالزكاة؟ أهل الزكاة هم المذكورون في الآية الكريمة نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف هؤلاء هم أهل الزكاة، والذي يريد الزواج إذا كان فقيراً ولا يتزوج الا بالمساعده فيساعد من الزكاه نعم